شويه مع المدربين الاجانب مش مصدقين. اللقطه دي يا كابتن، طبعا طبعا لقطه طبعًا. امام وكهرباء، كهرباء وامام، واضح ان في علاقه صداقه كبيره بينهم طبعًا. طبعا كل لعيبه الاهلي وامام لسه منضم لنا حديثا، يعني اول بقاله فتره مكسب لي. او امام لعيب كويس قوي ولعيب كبير، وانا اتمنى له. وفاز بلقب رجل المباراه النهارده. ربنا يوفقه. ربنا يوفقه. هو لعيب كويس ولعيب مميز.